موسطى معايا واخا داكو واش باش واش تدخل معنا إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء مشاهدين شوف تي في أينما كنتم ذكروا خارج أرض الوطن أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى هذا البث المباشر من هنا من ملعب نادي رحال لكرة القدم البطل كريم مصطفى بطل في الدراجة الهوائية راحوا معايا البطل اللي قطع مسافة ديال 15000 كيلومتر من كازا إلى بكين با كريم البطل اللي قلت انه قطع مسافة ديال 15000 كيلومتر في مدة ديال 7 اشهر الناس اللي التحقوا بنا كنذكروا بانه البطل كريم مصطفى بطل في الدراجة الهوائية واللي استطاع انه يقطع مسافة ديال 15000 كيلومتر من كازا إلى بكين بالصين جمهورية الصين الشعبية هذا اللحظات بعد 7 أشهر من هذه الجولة فحاليا كما قلت عندنا رفقة الحاج عبد الواحد رحال السلمي رئيس فريق نادي رحال لكرة القدم وكذلك الإطار الوطني هشام روك ومحافظ مسجد الحسن الثاني العديد من كذلك محمد سهيل لاعب السابق لفريق الوداد البيضاوي العديد من الوجوه البارزة إذا أذكر الناس اللي التحقوا بنا بأننا كنتواجدوا في ملعب نادي الحال لكرة القدم وصول البطل المغربي كريم مصطفى هذا البطل اللي رغم التقدم ديالو في السن يعني 70 سنة أو أزيد ولكن رغم ذلك لاحظوا معايا يعني إكليل الزهور اللي تم الوضع ديالو
على مع كريم. كريم سكرنا في إذن في هذه اللحظات إذن في هذه اللحظات كما قلت وصول هذا البطل اللي قطع مسافة ديال 15000 كيلومتر في ظرف 7 أشهر. هاد المسافة اللي قطعها أكيد ماشي من السهل، اجتاز فيها العديد من المحطات، العديد من الدول، يعني إفريقيا مرورا بأوروبا وآسيا. مرحبا بالجميع. نحلوا الكوكتيل باش من بعد نحلوا جيبي الميكرو 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 يلا. إذن مشاهدين شو تي في غادي نودعكم على ملقائكم بمباشر آخر، سنعود لكم بعد قليل إلى اللقاء.